من اللوكيشن هذا المساء النجم اياد نصار على الهواء مباشرة. يا اياد مساء الخير. مساء الخير، مساء الخير استاذة لميس، ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ وقول لي، يعني انا اسفه ان انا واخداك من اللوكيشن وانا عارفه ان انتوا التصوير لاخر لحظه، لكن كلمني عن هذا المساء. تامر وفراج شوقوني جدا، قول لي اي حاجه بقى يا اياد. انا هقول لك طبعا، وانت عارفه يعني انا ما بخبيش عليكي حاجه خالص. هو هذا المساء، فيعني طبعا احنا بنصور بالليل معظم بس الوقت في برضه التصوير. المسلسل يعني انا بالنسبه لي تم اختيار المسلسل طبعا لوجود استاذ تامر محسن اللي انا بثق فيه جدا كمخرج، وهو له بصماته من بدون ذكر اسماء لتحت السيطره لهذا المساء اللي انا متاكد ان هو مش هيخذل الناس، لان هو داخل على منطقه زي ما بيقول دايما، بيقول لنا دايما في التوجيهات ولينا كممثلين، انتوا بتعملوا شخصيات تحت الجلد، شخصيات مش زعقة، احنا ما بنجريش ورا بعض، ما بنضربش بعض، ما بنعملش اي، احنا بني ادمين جدا، والحكاية حكاية بني ادمين حقيقيين بمشاكلهم بعلاقاتهم. انا بعمل شخصية اكرم، اكرم شخصية بالنسبة لي صعبة، لانه انسان عادي، يبدو انه عادي وبياخد قراراته كأي انسان عادي بياخد قرارات في الحياة، بس تبعات القرارات دي هي اللي بيتأثر. هو لا شخص طيب ولا شرير، هو شخص بياخد قرار بيحس انه هو الانسب لحياته، بيبحث عن حاجة بسيطة جدا كلنا عايزينها، سعادة. هو شخص حس انه في لحظة هو مش سعيد فبحث عن السعادة. دلوقتي القرار اللي خده هو رحلة اكرم داخل المسلسل. بمنتهى البساطة المسلسل انا بحس انه هيكون من النوع اللي بيتسرسب للمشاهد، انت بتورط معاه، مش من اول لحظه مين اللي قتل مين اللي مش عارف ايه، مع احترامي للنوع ده، لكن انا حابب انه انا السنه دي بقدم النوع ده اللي هو اكثر حساسيه واكثر بحث ليا كممثل واكثر ورطه ليا. انا كان ممكن اختار الشيء السهل بس مش عارف، تامر ورطني في الصعب وانا حبيت الصعب ايضا. انت دايما بتحب الصعب يا اياد، يعني مفيش حاجه مؤخرا كانت سهله. يعني السنه اللي فاتت عبقريه افراح القبه اللي ممكن اقعد اتفرج عليه تاني وتالت، لاني في كل مره بشوفك مختلف، كل مره بكتشف انت بتمثل بطريقه مختلفه. لو شفت المشهد 4 مرات، وقبلها طبعا حاره اليهود اللي كان ابيك بالنسبه لي. يعني انت ده مش سهل، اللي انت اختياراتك، انت بتبني اختياراتك على ايه؟ تسلميني يا رب. انا يعني بدي شهاده فعلا بعتز فيها، انه انا طول الوقت بحاول ابحث عن فكره انه اكون ليا مكاني كممثل، او في نوع معين من الحاجات اللي بتشدني كممثل. احنا مشكلتنا انه هو مهنتنا معتمده على الشغف، لو ما حصلش يعني انا دايما بفتكر طول الوقت قصة يوسف ادريس، انا سلطان قانون الوجود، اللي هو بيتكلم عن مدرب الاسود اللي كاله الاسد، لانه هو في لحظة من اللحظات فكر انه ياكل عيش، فالاسد حس انه هو ده بياكل عيش فكله. انه المهنة دي لو افتكرت في لحظة انك بتاكل عيش منها بس هتاكلك. طول الوقت بحاول اني ما اكلش عيش من الشغلانة دي، اعمل حاجة انا بحبها، بس اكيد طبعا يعني بصرف على اولادي منها. لكن اتمنى، انا متاكده ان انت هتقدم دور هايل، لانه اختياراتك دايما بتبقى دقيقه، يا رب. يا رب. وان شاء الله المسلسل هيكون مختلف. واسيبك بقى ترجع لي هذا المساء تكمل مسائك. انا يعني انا 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 بس بعد اتفضل. انا بس بعد اذنك يا مدام لميس، انا بس بجد انا مبسوط جدا انه مسلسل هذا المساء هيكون على شاشه CBC، قناه بحترمها جدا، وقاعدة جماهيرية هتحقق لي نتيجة أفضل في الكارير بتاعي إن شاء الله. وأنا عايزة شكرا أقول لك ليكم، إن إحنا شكرا لكم. سعداء إن أنت معانا على CBC. أنت فنان محترم، مش أنا بس اللي بحبك وبحترمك، جمهور تسلمي. وعريض، وأكيد إحنا في اختياراتنا في CBC وإحنا بننقي عارفين اسم إياد نصار إيه، وعارفين هو أكيد هيقدم إيه. ربنا يخليك، إن شاء الله ربنا هتقدم يخليك. حاجة محترمة تليق باسمك وبينا وبالمسلسل كله. هستناك يا إياد، إن شاء الله تعمل حاجة حلوة بإذن الله.
شكرا لكم، كل سنة وانتم طيبين. وانت بالصحة والسلامة. الفنان النجم إياد نصار، هذا المساء مسلسل واضح انه مسلسل مشوق يعني بكل التفاصيل اللي هم بيحكوها لنا دي، فاتمنى ان انتوا دايما تتابعوه معانا على شاشة سي بي سي.